بقى الصوره زي ما بيقول كده يا كريم من نوستالجيا الرياضه العالميه، بنتكلم عن مشاهير الكوره اكيد. هنا بقى لو هنتكلم تحديدا عن ميسي، صحيفه ذا سان البريطانيه نشرت صوره قديمه جدا حضراتكم هتشوفوها دلوقتي من مدرسه لاماسيا الخاصه ده بنادي برشلونه الاسباني اللي خرجت بقى لعالم كره القدم زي ما بيتقال كده عدد كبير جدا من النجوم اللاعبين اللي زي ما بيقولوا برضو اطفوا المتعه والفرح على مشجعي برشلونه وعلى العالم كله بصراحه في السنوات او على مدار السنوات الماضيه، منهم من استمر اكيد ومنهم من رحل لانديه اخرى. الصوره عجبتنا فقلنا برضو ان احنا نعرضها لحضراتكم، بس الفكره بقى هنا لو تعرفوا مين يعني مين فين. ميسي في الصوره موجود، هو المفروض اللي لابس ماسك يا كريم لو انت شايف من هنا يعني. هو انا عشان المونيتور بعيد شويه بس هو عموما ميسي سهل هو بس هو اللي تحت على الشمال لابس ماسك. صح أوكي. وفي كمان ساسك فابريجاس لاعب موناكو حاليا في الصف الخلفي لو حضراتكم برضو اكيد ملاحظين، وفي بيكي في الصف برضو اللي ورا موجود ثالث بالظبط خليني اقول لك من الشمال. شفت انا بقى النظر؟ برافو عليك ما شاء الله ما شاء الله. زي ما كنت بقول لحضراتكم يعني دي صوره من نوستالجيا الرياضه العالميه، يا زي ما بنقول نجوم النهارده زمان كان شكلهم ايه. بس يعني حاجه جميله ان احنا نشوف برضو صور زي دي قديمه. دايما الصور بتاعت بيفور وافتر زمان أيوة. وتلاقي شويه مناظر بيعلم بيها الا ربنا، بس طبعا هم يعني كده كده شكلهم يعني ايه لطيف يعني بكل الاحوال. لسه هيقول خلاص. طيب هنتكلم بقى معاكم عن ثروات المشاهير وخصوصا المشاهير في دنيا الرياضه اللي دايما بتلفت الانتباه والانظار وخصوصا للصحفيين. المره دي هنتكلم عن نجمه التنس الروسيه المعتزله ماريا شاراپوفا اللي دخلت نادي اغنى 10 سيدات في روسيا. بالمناسبه الجدير بالذكر ان السيدات دول كلهم اعتمدوا على نفسهم بالكامل في تحقيق هذه الثروات الضخمه، يعني نقدر نقول نماذج حقيقيه لسيدات الاعمال. مجله فوربس قالت ان شاراپوفا البالغه من العمر 33 سنه واللي بتعيش حاليا في الولايات المتحده الامريكيه حققت ثروه بلغت نحو 325 مليون دولار خلال مسيرتها الاحترافيه، وبالتالي بتحتل بهذا الرقم المركز العاشر في قائمه اغنى سيدات روسيا. طبعا ماريا شاراپوفا يعني مرشح جدا ان ثروتها دي تزيد الفتره اللي جايه بعد ما اعلنت في اواخر شهر ديسمبر الماضي عن موافقتها على الزواج من رجل اعمال بريطاني، يعني ان شاء الله الرقم هيزيد الفتره الجايه بتكون نفسها تمام. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا بالمناسبه برضه عايز اقول لك الى جانب كل اللي انا بقوله ده هي كمان صاحبه شركه بتنتج حلويات فاخره، يعني عندها خط انتاج مصنع كده فضل عقبال عندنا كده. لا انا عاجبني والله في القصه فعلا زي ما انت قلت كده ان هم السيدات دول سيلف ميد، يعني زي ما بيقولوا انت اللي صنعت نفسك بنفسك. انا بحترم جدا الناس اللي بيبقى عندها حلم وبتحققه، مش مهم انت اصلا بقول لك يعني انا مش مهم انا ابني مين، مش مهم انا الباك جراوند بتاعي ايه، مش مهم مستوى اهلي المادي، المهم انا عملت ايه في الدنيا. فانا بحترم جدا الناس دي وكمان ان هم سيدات فاعتقد حاجه انا مبسوطه انا اسمع خبر زي ده. اول واحد والله بياخد الكلام ده يعني بيبقى زي فاهم حاجه بتتعلم منها حاجه هم برضو قصصهم ملهمه. صح يعني في قصص بتبقى كتير الاحيان ملهمه فعلا.